فهي المساله مش خناقه على حاجه. يا يعني جماعه لازم يبقى عندنا احساس ان احنا عايزين ننهض بحاجه. النهوض بحاجه دي لازم في الاول وفي الاخر يبقى في انضباط فيها حقيقي. يعني يبقى في انضباط حقيقي فيها نقدر نعمل ده. يعني انا النهارده انا وده بدعوه يعني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انا بدعوه ان احنا نسيب الكلام ده، انما على الاقل ان انا يبقى ليا سطوه على قطاعات في حكايه الناشئين دي عشان اعمل كوره. ما انا عشان اعمل كوره لازم اعمل لعيبه كوره كويسين، عشان اعملهم كويسين لازم وهو صغيرين نهتم، لازم نعمل حاجه في ده، لازم نعمل حاجه في ده. انما انا ما ماليش بمعنى ايه على سبيل المثال احكي لك، انا اقول لك بمعنى ايه. يعني انا النهارده لما تيجي تعالى شوف المصاريف اللي اتصرف اللي الانديه النهارده في اعلى سنه في تاريخ الكره المصريه يتصرف مصاريف في شراء لاعبين والكلام ده كله، بيتكلم في مبالغ كبيره جدا، خدت بالك؟ طب هل المصاريف اللي اتعملت دي هترفع مستوى الكره؟ هل دي اللي هتخلينا نبقى زي البرازيل والمانيا؟ هل الفلوس اللعيب اللي كان اصلا ب 5 مليون بقى ب 50؟ هل ال 45 هيخلوه لعيب كوره؟ بالعكس، خدت بالك؟ انا انا كدوله بقى انا النهارده لازم اهتم، يبقى حاطط تخطيط. عشان عيب علينا، ماذا فعلت قطر؟ عامله عندها سباير، اسباير اكاديميه من الاشهر في العالم. لا ده بيعملوا ايه؟ ده هم عندهم جابوا البلاد الصغيرة، ابتدى يجيبوا ولاد صغيرين وابتدى يصنع لاعب كوره بجد من السن الصغير. احنا بدل ما نعمل ده، واحنا بدل يعني احنا يعني كانت فرصه النهارده ان احنا نستطيع حتى بالتعاون بيننا كعرب، كعرب السعوديه ومصر والامارات والبحرين، يعني حتى في الخناقه او مش الخناقه في الموقف العملاق قطر دينا وفي الوقفه دي. انا النهارده كان مفروض ان احنا في التكتل بتاعنا ده وبتاع ده نعمل قناه خارجيه، يعني قناه تخاطب العالم بالحقائق بدل قناه الجزيره اللي هي مليانه اكاذيب. انا النهارده في الرياضه بدل ما انا عاملين فلوس بتصرف في حاجات كده ملهاش لازمه، انا كنت ممكن اعمل في اكبر، ودي مش محتاجه حاجات كتير، ان انا اعمل فعلا كيان لتخريج، ان انا اطلع لعيبه كوره بجد. ما هو النجم ده مش يعني ميسي لما تروح وحضرتك بتتمنى اكتر مشروع عربي مشترك وليس لدوله ليه لا ليه لا اصل انت ليه هيبقى كويس؟ انا النهارده اكبر بلد في التعداد. انا النهارده لما ابقى نعمل مشروع زي، تخيل لو انا عملت المشروع ده ويبقى فيه مصر والسعوديه والامارات والبحرين، وعملت انا اكاديميه في كل بلد من دي معمول الاكاديميه، انما انا بعمل فتره يعني في الفتره الاجازه دي اجيب الاولاد كلهم مع بعضيهم، ده بينقل حاجات تانية. الاحتكاك من السن الصغير ده، لان انا هعلمهم كوره بجد، هعلمهم مهارات الكوره عشان تعمل لعيب كوره زي اي لعيب عالمي. نقدر ولا ما نقدرش؟ نقدر، عندنا المواهب اللي ينفع نعمل معاه كلام ده نعمل، بس احنا ما بنشوفهمش الا بعد ما يكونوا خابوا، يعني خلاص ما اقدرش اعلمه حاجه. انا لو خدت المواهب دي كلها وحطيت لها نظام علمتها، بعد ما اعلمه المهارات الكوره بحول له المهارات من اللي انا مش هلاعبه اي ماتشات فيها مكسب وخساره الا بعد 14 سنه عشان الجهاز العصبي. انا بقى في الفتره دي بعد ما اعلمه ببتدي احول المهارات دي لعادات، وابتدي اعلمه ابنيه ابني جسمه، وابتدي اعمل ده، وابتدي متى ما اتعلم محول المهارات الكوره لعادات، بقت اللعب بقت اي مهاره في الكوره زي سواقه العربيه، زي غسيل السنان، زي اي مهاره بتستخدمها تلقائيا. انا ساعتها انا بقى الولاد دول لما بلومهم بقى من السن الصغير في بعض في المعسكرات هنا، الاحتكاك ده مهم جدا، ونعيش وهينقلوا حاجات لبعض وهيتعلموا من بعض وهيفيدوا بعض. من يبدا تحريك الامور في هذا الاتجاه؟ حضرتك تعلم ان مصر حاليا بتستضيف القياده السياسيه و كل القيادات السياسية القادمة سواء من أوروبا أو من العالم العربي، رؤساء حكومات أو زعماء أو ملوك أو حكام موجودين في ضيافة الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ النهاردة وبكرة خلال فعاليات هذه القمة العربية الأوروبية. هل ممكن نستثمر هذا التوقيت وهذا الحجم من التواصل المصري العربي الغربي لإحداث حالة من التفاهمات أو الاتفاقيات؟ عارف ده أهميته ليه؟ هو في كل الدنيا أنت ماتش بيخلص لا فايز ولا مهزوم زعلانين، كله بيسقف وكله مبسوط. احنا عندنا الحاله الوحيده اللي بعدانا كعرب من بعض الكوره والرياضه. بنزعل قوي لما نخسر من بعض، بنزعل قوي لان حاجات اتعملت غلط. عارف انت الحكايه دي الغيها امتى؟ لو انا عملت الفكره اللي بقول لك عليها، لان الولاد دولت لما بيجيبهم من السن الصغير المواهب اللي موجوده دول كلهم وادربهم وعلمهم هيطلع لعيب الكوره بجد. ومن السن الصغير ده وانا بقترح، وممكن الاتحاد العربي يعمل هذا الكلام، وارجو ان الاتحاد المصري يتبنى هذه الفكره. انا بقترح ان نعمل بطوله مثلا ل 19 سنه
بطوله عربيه ل 19 سنه، لان احنا لما بنعمل بطولات ثانيه احنا بناخدها على قلبنا قوي كلنا، عندنا حاجه غريبه جدا، احنا ما بنحبش نخسر، نخسر من اي حد الا ان فريق عربي يخسر من فريق عربي. انا لما اعمل البطوله بتاعه 19 سنه دي اقول للدول اللي هتشترك، كل الدول العربيه هتشترك، ابعت لي ال 22 لعيب بتوعك، ابتدي بعد ما كل واحد يبعت لي الاسامي اروح عامل من دول منتخبات، جول من السعوديه على سنتر هاف من مصر على ما اعرفش مين من سوريا على فين، منتخبات جديده، واعمل لهم في مسابقه، واعمل المسابقه دي بجوائز كويسه قوي، لان انا عايز احمسه واديها اسماء، منتخب صلاح الدين، منتخب مش عارف ايه، يعني اسماء او مدن او اي حاجه او اي حاجه في تواريخنا. انا الاولاد دول لو لعبوا مع بعض ما انت خلاص هتحتار هتشجع مين؟ ما هو الفرقه ده كلها عربيه، وفي الاخر وبيتنافسوا جامد ان في جوائز جامده لها. اما يلعبوا مع بعض تبقى الروح دي مع بعض وكده، عندما يلتقوا كمنتخبات ضد بعض مش هيبقى في الروح اللي هي بتتنقل للجمهور. عايزين نخلق تاني، لازم الرياضه توحدنا، ما ينفعش الرياضه تفرقنا. وانت عجبنا اللي في الشارع المصري دلوقتي يا محمد، احنا عجبنا النهارده، اي يا سيدي انتمي زي ما انت عايز وحب فرقتك زي ما انت عايز وقرق على القهوه وقول افهين زي ما انت عايز، انما في الاول والاخر انا انتمائي الاكبر لمصر. فاحنا نقدر نعمل حاجه، اذا كيف نستفيد ان نخلي الرياضه او كره القدم اهم حاجه، لا شعبيا وجماهيريا ورسميا نخليها. لو اردنا ان تخرج مبادره بهذا الشكل عشان مشروع كروي او رياضي عربي مشترك زي ما حضرتك قلت، من اين نبدا التحرك؟ او مين المسؤول انه ياخذ المبادره؟ هل القياده السياسيه سواء في مصر او اي دوله صديقه لينا في المنطقه، ولا القيادات الرياضيه رؤساء القيادات الرياضيه ده وانا انا بقول لسيد وزير الشباب، يعني ده يعرض على وزراء الشباب وعلى طول ما في اجتماعات وزراء الشباب العربي اعرضوا عليهم، خدت بالك؟ انا النهارده ابتدي بس الفكره دي، لازم نعمل الفكره، لازم نستفيد ونعمل فكره مع بعض عشان نعمل مؤسسات حقيقيه لصناعه لعيب كره قدم. يا اخي دايما بصوا على تاريخ ميسي، ده واحد ما كانش يصلح انه يبقى انسان عادي من كتر اللي عنده مشاكله والتشوه، عدلوه بس موهوب. فانا بشوف المواهب امتى؟ 11 و12 سنه. تخيل بقى انا لو شفت المواهب دي كلها في كل حته وانتقدتها وعملتها وظبطتها ببرامج علميه حقيقيه وببرامج لياقه بدنيه حقيقيه وبالكلام ده كله هنبقى حدوته جامده. بالمره بقى ازاي نحل بيها مشكله ثانيه؟ ان الولاد دول نعمل لهم الفكره بيقولوا عليها، وزراء الشباب ممكن يقترحوا ان يعملوا منتخب 19 في الصيف اللي جاي ده، وما بقاش في، انا ببعد عن السن اللي يبقى مع المنتخب في ارتباطات، لان الخريطه الكرويه مليانه حقيقي، ما تلاقي اي نادي عنده ارتباطات وبيخلص بياخد اسبوع ويبتدي تاني في الدوري وكلام، انما لما اخد من السن الصغير دولت واعمل بيهم الكلام ده كله، تتعمل بطوله تستضيفها مصر في الصيف وتتعمل تبقى على الشواطئ دي بطوله 19 سنه بالمنتخبات، اخدت المنتخبات العربيه ديت اللي في 19 سنه واروح اعمل منهم منتخبات تانية من كل البلاد العربيه، اول حاجه نعمل بها بجد جامعه الدول العربيه رياضيه بدل ما هي جامعه كده ورق على أو, او او اسم مختلف، يعني مسمى مختلف لنفس المعنى اللي حضرتك بتشير اليه، شكل جديد للتعاون العربي. هو الفكره كلها ايه؟ ان انا عايز حتى يا محمد، احنا الشباب، شباب في الوطن العربي ما يعرفش بعضه، انت عارف ده. وبعدين الحرب اللي موجوده مش حرب على فكره، مش على حد وحد، لا الحرب علينا كلنا، واحنا احنا كمصر كبلدنا بتاريخنا بحضارتنا بحجمنا بالكلام ده، لازم نستحمل ونبتدي حاجه زي دي وندعو لده النهارده.